والله هذا أمر عجيب وهذا أمر غريب. يعني الله عز وجل يأمر بصلة الأرحام ويحذر من قطيعتها وآتي ذا القربى حقه، ويقول تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قرن قطيعة الرحم بالفساد في الأرض، وأمر بالإحسان إلى ذوي القربى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلة الرحم محذرا من القطيعة، وقال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، وهذا يأمرها بأن لا تسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعدم القطيعة، يعني إذا التقى المسلمان فأعرض هذا وأعرض عن هذا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث حتى ولو كان مش من ذوي الرحم، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذه كلها تعاليم الإسلام، يعرض عن هذا الرجل ويأمر يعني زوجته بأن تقاطع أختها، بل لا يكتفي بذلك ويعلق يعني طلاقها على أن تصل أختها، ويجعلها طالق إذا سلمت أختها ووصلت أختها. هذا والله غاية الظلم وغاية الجور. هذه حقوق المرأة الضائعة. إذا كان يريد أن يتكلم عن الحقوق، هذا طغيان الرجال، هذا كيف يستبد؟ يعني حتى ولو كانت الأخت، حتى ولو كانت الأخت ظالمة ولا عاصية ولا كذا، ولا يخاف عليها من أختها من الفساد، فإنه لا يأمرها بهذه الصورة ويحذرها من صلة من مواصلتها، بل يقول لها: يعني أنا أحذرك من الذهاب إليها، لأنك إذا ذهبت إليها عندها أولاد شريرين، وهي يعني متبرجة، وإن هي سيئة ربما تؤثر علينا وعلى أولادنا وعلى أسرتنا، وتعلمنا سوء الخلق، وتعلمنا ترك الصلاة. فأرجوك، يعني هي أختك وربي واجب عليك صلة رحمك، لكن اتصل بها بالهاتف، اسأل عليها كل يوم، سلم عليها وقول لها: كيف حالك وسامحيني، وتبقى هي في مكان وأنت في مكانك. هذا المسلم إذا كان هو مسلم يريد أن يصلح ويبني وطنه ويبني بلده ويبني أسرته ويبني أولاده، ولا يفرق ولا يقطع ولا فلكن هذه المعاملة معاملة سيئة خبيثة، يجب على هذا الزوج أن يتوب منها. لكن إذا وقع هذا وعلق الطلاق على سلامها ويسلم، فإن الطلاق يقع عليه، يعني خسر زوجته وخسر طاعة الله سبحانه وتعالى.